أخيرا كشفت مختبرات ترند مايكرو عن مخطط بدأ بتنفيذه قراصنة الإنترنت أو الهاكرز، وذلك بمهاجمة مواقع سليمة ومعروفة، وذلك باستخدام تقنية الجافا سكريبت، ثم نقل الضحايا إلى مواقع مليئة بفيروسات وتروجنز معروفة باسم الفيك إيفي. هذا النوع من الفيروسات يبدأ التصرف بالآجل ولا يتحرك على الفور ليصعب رصده، وبعد مدة معينة ينشط هذا التروجن ويظهر رسالة للضحية تعلمه بأن جهازه بات عرضة لفيروسات معينة ينبغي عليه كي يتخلص منها أن يشتري برنامجا مضادا وهميا، ما يجعل الشخص الضحية فيستخدم بطاقته الائتمانية ويكشف رقم حسابه. الدراسة المعدة أخيرا أظهرت أن الإصابات بالفيروسات من الإنترنت تجاوزت 160 مليون جهاز خلال العام الماضي. نصف هذا العدد أصيب في أقل من 300 يوم، و50 مليون جهاز احتوت على فيروسات لم تعالج لمدة تزيد عن السنة، وهنا يكمن الخطر. خطوة نود مزودي خدمة الإنترنت القيام بها. فأخيرا في هولندا شرع كل مزودي الخدمة بإخطار عملائهم عند إصابتهم بالفيروسات، وهذه خطوة مهمة لجعل الإنترنت أكثر أمانا. إذن كيف يمكن تجنب هذا الخطر؟ اعتماد البرمجيات التي تقوم بالتحقق من سلامة المواقع، تفقد أصحاب المواقع دوريا لمواقعهم للتأكد من خلوها من أي نوع من أنواع التروجن، الحذر عند التعامل مع المواقع التي تنقل المتصفح إلى صفحة أخرى خصوصا إذا كان الموقع المنتقل إليه مبهما أو غامضا. يمكن استخدام برامج حماية مجانية كAVG وهاوس كول وغيرها التي تفحص الجهاز من الفيروسات والبرمجيات الضارة. يفضل دائما شراء برامج الحماية من الفيروسات من مواقع معلومة سلامة منتجاتها أو شراؤها من موزع معتمد وعدم تنصيبها من مصادر مجهولة. ماذا يعني ذلك؟ يعني أن لعبة القط والفار بين مبرمجي الفيروسات وشركات الحماية منها ما زالت مستمرة ولن تتوقف قريبا، لذلك يجب أخذ الحيطة حتى لا تكون الضحية المقبلة. من العربية سلطان بتاوي.